هنالك شيء ملفت للنظر، أنتم بالفصائل وبالحشد والطيف السياسي الشيعي بالذات هم الذين جاءوا بالكاظمي، واليوم أنتم لستم على اتفاق مع السيد الكاظمي، ما الذي اختلف؟ وبذلك تصريحك هذا هو جزء من مسلسل لإيذاء السيد الكاظمي. أولاً أستاذ نجم، أنا مو فصائل، أنا حشد، وهنالك فرق كبير. أنا قلت الفصائل والحشد. بين الفصائل وبين الحشد. أي أنت قلت لي جنابكم في الفصائل. أي قلت مو فصائل. أي الفصائل والحشد. والحشد والفصائل قضيتين مختلفة عن بعضها البعض. أنا لا فصائل ولا كنت في يوم من الأيام بفصيل وما عندي فصيل، وأنا جزء من مؤسسة هيئة تابعة للدولة اسمها هيئة الحشد الشعبي. طيب. الحشد الجناح السياسي طبعا للحشد اكو جناح سياسي واضح، طيب، او على الاقل اكو جناح سياسي خرج من رحم الحشد اللي هو الفتح باغلبه وبعض الاشخاص من النصر من دولة القانون ومن الكتل الاخرى الشيعية. يعني هذه الفصائل، والفصائل اللي التي لم تشارك، يعني انت عندك الفصائل نوعين، عندك فصائل لم تشارك بالعملية السياسية وفصائل شاركت العملية السياسية. هذول الفصائل بشقيهم اعترضوا على السيد الكاظمي. السيد الكاظمي اجى بتسوية إيرانية أمريكية وتم طرحها من قبل السيد عمار الحكيم، هو مرشح السيد عمار الحكيم مرشح الرسمي، واخذ موافقة من الآخرين وبعض الآخرين وافقوا عليه على مضض حتى ما يجي عدنان الزرفي. هذا هو السياق الطبيعي اللي اجى به دولة رئيس الوزراء. هو ما اجى من كتلة، هو ما فايز برلمان، هو ما عنده كتلة حقيقية في داخل البرلمان، وهو كان مرشح السيد عمار مرشح تسوية بعد الأزمة اللي دخلنا بيها بسبب أخطاء عادل عبد المهدي والمظاهرات. كان لابد للسيد عادل عبد المهدي وخطاب المرجعية التي أجبرت السيد عادل عبد المهدي على الاستقالة، رحنا باتجاه تسوية ورحنا باتجاه مصطفى الكاظمي. هذه الفصائل بقيت متحفظة على السيد الكاظمي، تحفظت عند الإعلان وبقيت متحفظة وحتى وافقت، ولكنها بقت متحفظة، وإلى هذه اللحظة هم يتحفظون على السيد الكاظمي ويعتقدون أن السيد الكاظمي هو مشروع أمريكي. نعم. مع أن الإيرانيين كانوا قد قبلوا بالسيد مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، وحتى هذه اللحظة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم السيد الكاظمي وداعم أساسي وقوي له، وفي بعض في إحدى المرات يعني خليني أقول آخرها مؤخرا حتى الإيرانيين أخبروا الفصائل وبعض الأحزاب السياسية الشيعية أي. أنهم لا يعتقدون أن من المصلحة أصلا، ويعتقدون أنه لا مانع من أن يجدد حتى للسيد الكاظمي بعد الانتخابات القادمة للدورة الثانية. إيران تقول بهذا؟ نعم. إذا طلبت منك تفسير ماذا يعني هذا؟ هل هنالك اتفاقات تحت الطاولة مع إيران؟ هل هنالك مشروع جديد؟ لا، هي مو يعني خليني أقول الآن حتى هذه اللحظة هنالك رغبة بالتهدئة. هذه الرغبة بالتهدئة، أولا الإيرانيين ينتظرون ما سيحدث في الانتخابات الأمريكية القادمة، من راح يفوز بايدن ترامب، يرجعون يقيمون الوضع. وإذا أنت لاحظت جنابك أيضا، الفصائل المسلحة، الفصائل المقاومة الإسلامية الشيعية أصدرت بيان بإيقاف عملياتها العسكرية ضد قوات التحالف ضد الأمريكان، وهذا يعني ما يحلم به حتى الكاظمي كان بالحلم أنه ممكن يصدرون هكذا بيان. أقصى ما كانوا يتمنوه الطبقة السياسية الفاعلة ومن ضمنهم سيد وبالأخص دولة رئيس كاظمي أن تتوقف الهجمات على قوات التحالف الأمريكان. هذه كانت بعض الشروط الأمريكية للتهدئة. الأخوة راحوا بدرجة أعلى من هذا وصدروا بيان وأوقفوا هذه العمليات إلى الانتخابات القادمة، في إشارة واضحة على أنه كل الأطراف تسعى للتهدئة منا إلى الانتخابات. زين. الإيرانيين والنجف الأشرف والطبقة السياسية الشيعية تعي أن البلد، أن النظام السياسي مهدد بالسقوط، وهذه الثلاثة أطراف لا تسمح للتجربة السياسية الشيعية الأولى من الحكم أنها تنهار بهذه الطريقة. فمن الطبيعي أن يعملوا على تثبيت النظام السياسي في بغداد، ويعتقدون أن السيد الكاظمي سيساهم في تثبيت هذا النظام السياسي باعتبار الرجل عنده دعم دولي والغرب مرتاح من عنده وعنده دعم أمريكي أيضا. زين. فهذه العوامل، وحتى الشارع متعاطف معه، فهذه العوامل ستوقف على الأقل، إذا ما راح أقول تثبت، ستوقف انهيار الدولة اللي احنا كنا رايحين باتجاه انهيار النظام السياسي.